انا عايزه اقول لك على حاجه. وانا عايزه اسمع. انا عندي لك مفاجاه. وانا كمان عندي لك مفاجاه. قول. لا بعدك. لا قول انت الاول. حولت لك فلوسك على حسابك عشان تخرج ابوكي من السجن. ايه؟ مش مبسوطه؟ لا مبسوطه. طب ايه مفاجاتك؟ انا حامل. ليه؟ يعني ايه ليه؟ يعني الاربعين مليون ما كفوكيش فطمعانة في اكتر. عارفة حولتلك الفلوس امتى عايدة؟ اول يوم وصلنا في لبنان شفت في عينيكي بصة عمري ما شفتها في حياتي. اغلى بصة في التاريخ باربعين مليون جنيه. بس ظهر انهم ما كفوكيش فقلت اجيب من جعفر العيل اللي بيه اشفط فلوسه كلها. انت ازاي تقولي كده؟ انا كنت فاكرة ان انا اغلى واحدة عندك حتى لو كنت مانعهم كلهم يخلفوا. انما انا غير اي حد. لما اقولك ان انا حامل هتفرح. افرح؟ طب ده حتى يبقى عيب. افرح وابوكي ميت. والله العظيم كنت هقولك. والله العظيم اللي فاتك يا انت هتنزليه بالذوق احسن ما تسرب بمعرفتي.